أكد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أن واقع التسامح والتعايش في منطقة الشرق الأوسط يتطلب جهودا مكثفة من قبل الدول والحكومات لاعتماد سياسات وطنية قائمة على التسامح الديني كمبدأ لتحقيق الاستقرار والتعايش بمعناه الحقيقي كالمعهود في البحرين. قال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بأن مقولة عاهل البلاد المفدى في أن الجهل عدو السلام تؤكد بأن المعرفة بحقيقة الوجود تجعل البشرية تدرك بأن التنوع والاختلاف ضرورة من ضروريات الحياة والتي تستدعي التسامح والتعايش كأساس للبقاء. جاء ذلك في محاضرته التي قدمها في النادي الملكي سيركل رويال غاولا بالعاصمة البلجيكية بروكسل بحضور نخبة من السياسيين والدبلوماسيين والبرلمانيين والمثقفين الأوروبيين حول ريادة مملكة البحرين التاريخية في ترويج قيم التسامح والتعايش السلمي عالميا، حيث قدم تحليلا لدلالات مقولة جلالته التي أكد فيها بأن الجهل المعرفي هو منبع التطرف والإرهاب والتميز العنصري في كل مكان. الجميل في المحاضرة اليوم أنها ربطت الحاضر بالماضي وبنت على تاريخ البحرين المبني على التعايش والتسامح والانفتاح على العالم منذ القديم ومنذ الحضارات القديمة. هذه بالإضافة إلى المعرض المميز الذي ترافق مع هذه المحاضرة، فاليوم يعني وجدنا نوع من الإشادة الكبيرة من قبل الحضور، وبعضهم كان يقول إن إحنا اليوم أنتم فتحتوا أعيننا على نموذج يجب أن يحتذى ويعمم في مختلف الدول. نحن نحتاج مثل هذه الفعاليات التي تؤكد أهمية التسامح، وكل الأديان يجب أن تتعايش. نحن نقدر هذه المبادرة من قبل مركز الملك حمد للتعايش السلمي. وأكد رئيس مجلس الأمناء أن التسامح متأصل منذ حضارة دلمون التي تمتد لأكثر من 5000 عام، مشيرا إلى تبني الحكام من آل خليفة تطوير هذه القيم وجعلها كسياسة وطنية لدى نشوء الدولة في الزبارة عام 1762. هذا النوع من المبادرات يعتبر من المبادرات الصالحة التي تعيد الإنسان إلى جذوره الإنسانية والجانب الروحي من الأديان. وقدم رئيس المركز خلال عرضه مجموعة من الوثائق التاريخية التي تضمنت تراخيص ببناء دور العبادة للمسيحيين مع ضمانات حرية الممارسات العقدية، منوها إلى أن البحرين في 2019 ستحتفل بمرور 200 عام على إنشاء المعبد الهندوسي في المنامة. من المهم تنمية الحوار بين الأديان، وكذلك من المهم أن نوضح طبيعة الإسلام بأنه دين يتعايش مع بقية الأديان. هذا وقد افتتح الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة معرضا للصور والوثائق التاريخية التي تحكي مسيرة التسامح الديني والتعايش السلمي في مملكة البحرين، والتي تدلل على أصالة القيم والمظاهر ذات العمق التاريخي.